مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم في هذا المساء المبارك واليوم المميز في الكنيسة، في الوطن، في المجتمع، في العالم. احتفالنا اليوم بكل محبة سببه وجوده هو أنتو سيداتنا، فأهلا وسهلا في السيدات، أهلا وسهلا في الجميع من كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بجبل عمان، وبالمشاركة مع أصدقائنا وأحبتنا الدائمين نور سات الأردن، وبالمشاركة مع جمعية سيدات كنيسة الفادي. بيسعدنا اليوم اللقاء في برنامج الكنسي الباب المفتوح لحديث لسيداتنا لسيداتنا ورهبتنا أختنا الفاضلة حول مواضيع بتميز فيه شهر آذار. أول شيء بتمانية آذار احتفلنا باليوم العالمي للمرأة، في 21 آذار بالأمس احتفلنا بعيد الأم، والأحد القادم بحسب تقليد الكنيسة الأسقفية والكنيسة الغربية احتفالنا بعيد البشارة، عيد بشارة مريم العذراء المباركة. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. اليوم إحنا ببداية هالاحتفال بسمحوا لي أني أرحب بالمتحدثات اللي رح يكونوا معانا اليوم، الفاضلات الراهبة جلوريا الربضي، السيدة الأستاذة لبنى دواني، والسيدة الفاضلة الدكتورة باسمة سمعان، والسيدة الفاضلة دعاء لبشارات. رح نتحدث أكثر عن كل واحدة في حينه عند التعريف إلهم. الآن اسمحونا نبلش باللقاء بصلاة. صلاة اخترتهم لمناسبتين منحبهم كثير. الأول اللي راح يكون جاي علينا في الفترة القادمة عيد بشارة مريم العذراء المباركة. نصلي نتضرع إليك يا رب أن تفيض نعمتك في قلوبنا حتى إنا كما عرفنا تجسد ابنك ربنا يسوع المسيح ببشرى الملاك هكذا نأتي بواسطة صليبه وآلامه إلى مجد قيامته بربنا يسوع المسيح نفسه، آمين. واسمحوا لي أيضا نصلي لدعاء عيد الأم. أيها الرب السماوي المنعم، إننا نبارك اسمك لأعجب ما في خليقتك، ألا وهو محبة الأم لأولادها، ونشكرك من كل قلوبنا على كنوز هذه المحبة التي لا تنضب ولا ينضب معينها ولا ينفد، واجعلنا أن نتمتع بمحبتها وحنانها ما حيينا، ولا تسمح لنا أبداً أن نكون غير جديرين بها، بل علمنا أن نرى فيها صلاح السماء ومرآة قلبك الإلهي، وعلمنا يا رب أن محبتك هي أعظم وأسمى محبة. مصلين لأجل ذلك بمجدك ونسبح اسمك أيها الإله الحي الآن وكل أوان، آمين. حضور الكرام، في حواراتنا بسنين الطويلة نتحدث عن الأم الأولى في عالمنا المسيحي العذراء مريم، نتحدث عن الأم اللي بحياتنا يوميا، ونتحدث عن الامرأة اللي أخذ كثير من حياتنا بالتفكير لعدة مفاهيم: دور الامرأة في الكنيسة ومواضيع كثيرة حول ذلك، دور الأم في المجتمع،
دور الأم في الأسرة، حقوق وواجبات الإمرأة وخصوصاً في شرقنا الغالي الحبيب، حقوق وواجبات الإمرأة في الأردن، ماذا عملت الكنيسة، ماذا عمل المجتمع، ربما نصل في حديثنا ماذا فعل مجلس النواب أيضاً في هذا السياق. اليوم حديثنا مع نخبة من سيداتنا والراهبة حول هذه المواضيع. بتمنى في نهاية اللقاء عند الانتهاء من حديثهم سيكون لنا حوار وأسئلة ومداخلات للسؤال للجواب. اسمحوا لي أن نبدأ اليوم مع الأخت الفاضلة سيستر غلوريا جبرائيل الربضي، راهبة فاضلة من راهبات الوردية، مواليد رميمين السلط الأردن، الآن هي راهبة في المصدار، مؤهلاتها ماجستير لغة عربية من الجامعة اللبنانية في بيروت، وراهبة طول عمرها تعمل في الأردن، مديرة مدرسة راهبات الوردية في جبل عمان. تلميذاتها عنا مبسوطات وسعيدات، وهي كانت سعيدة جدا. مديرة مدرسة راهبات الوردية في المصدار، رئيسة بيت الزيارة واللي تعرفنا على بعض في ذلك المكان، ودائما دائما بابتسامتها، وأختنا الراهبة اللي بيستقبلونا بهالمحبة الكبيرة. مديرة عامة لكلية راهبات الوردية بشميساني، وحاليا رئيسة دير راهبات الوردية بالمصدار. سيستر أهلا وسهلا فيكي، وبشرفنا أنه نبدأ اللقاء في حديثك اللي حبت أنه تحكي دور الكنيسة في أعطاء الحرية للسيدات للإمرأة. تفضلي. شكرا أسيس على التعريف اللي ما بنستحقش هالقد، شكرا شكرا جزيلا، واهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله نلتقي دائما على الخير. السادة الحضور الكرام، اسعد الله مساءكم بالخير والبركة والسلام. اليوم سأتكلم عن المرأة، فالمرأة هي ذلك الكائن اللطيف الذي أودعه الله أسرار الكون في الحب والحنان، والدور الفعال في تربية أجيال جديدة وبناء مستقبل الأمة. سبقنا أبو الأسيس وعرف عن الأشهر، شهر آذار. يهل علينا شهر آذار الأكثر إشراقاً وحيوية، حاملاً في ثناياه أغلى الأعياد وأكثرها قدسية ووقار. أولاً، اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار تحت عنوان كسر التحيز، بإشارة واضحة إلى الأهمية البالغة لحصول المرأة على حقها في المساواة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، وتمكينهن من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات والمساهمة في التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ المساواة المبنية على العدالة. ثانياً، عيد الأم في 21 آذار يحتفل العالم مع بداية فصل الربيع، رمز التجدد والعطاء، فيبعث في القلب حماسة وفرحاً يأخذنا إلى عالم الأمومة المحمل بالأمل والتفاؤل، عالم المرأة المناضلة لإسعاد أسرتها وبناء مجتمعها. فكل البيوت مظلمة بدون امرأة مدبرة حانية، وكما يقول سفر الأمثال: المرأة الفاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. فهي الوجه المشرق والنور البهي الذي ينير دروب الحياة ويبني للأمة
جيلا واعيا خلوقا، هي الصدر الذي يستند إليه، واليد التي تبارك، والعين التي تحرس. وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ثالثا، يتوج شهر آذار عيد البشارة، أي بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم بالكلمة المتجسد الفادي الإلهي سيدنا يسوع المسيح، فهي المباركة بين النساء والممتلئة بالنعمة، هي حواء الجديدة التي أزالت عن البشرية اللعنة وجلبت النعمة والفداء، هي والدة الإله المعظمة التي تطوبها جميع الأجيال. المرأة في العهد الجديد، كانت الديانات القديمة تقلل من قيمة المرأة، وعندما جاءت المسيحية رفعت من قيمة المرأة بعد أن كانت مكانتها ذليلة حقيرة، فقلبت الموازين فأصبحت المرأة في كرامة وينظر إليها في نقاوة ووقار، فخاضت ميادين الثقافة والعلم وانخرطت في مجال الحياة، فالمرأة الصالحة هي الشاطئ الذي ترس عليه سفينة الأسرة التي هي نواة المجتمع، فتنزع من القلوب الخوف وتسير في خطى واثقة وثابتة في معترك الحياة نحو الهدف، وهو بناء الإنسان الصالح. المرأة في العهد الجديد في الإنجيل، سمح السيد المسيح للمرأة أن تضم لتجوالها التبشيري وإخراج المرأة من الهامشية والإنزواء من تسلط الرجل والتعامل العلني، فتحدى قسوة المجتمع مع المرأة الزانية: من منكم بلا خطيئة فليبدأ ويرجمها بحجر. دور المرأة في الكنيسة، لقد أعطيت المرأة مسؤولية الحمل والولادة، حيث تهتم الأم بالأولاد في الطعام والنظافة والتربية، فالأم قادرة على تغيير العالم. وللمرأة في المسيحية مكانة وشأن عظيم في الكتاب المقدس، ولم تفرق المسيحية بين الرجل والمرأة، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. بولس الرسول، غلاطية. واهتمت الكنيسة بالمرأة منذ انطلاقها في ميادين الحياة، فانضمت إلى جانب الرجال في المعاهد اللاهوتية والجامعات وفي الخدمة الرعوية، كما طورت الكنيسة الكاثوليكية التقليد الرهباني للأخوات الراهبات ونشاطهن بإنشاء المدارس، المستشفيات، بيوت التمريض وخدمات المجتمع بكافة أطيافه. وكما خاضت النساء الساحة الدولية من الأعمال الخيرية وحملات العدالة الاجتماعية، كما هو الحال في رسالة الأم تريزا الذي ظهر من خلال خدمة المعوزين والذين يموتون في الهند جوعا وإهمالا ومرضا. البابا فرانسيس والمرأة، يقول البابا فرانسيس: إن إيذاء النساء إهانة لله، ودعا إلى التعليم والعمل والحوار بين الأجيال بوصفها أدوات من أجل بناء السلام، ودعا إلى المزيد من الحماية. إن النساء سيلعبن دورا مهما في حل المشاكل الخطيرة في المستقبل. ويقول البابا للمكرسات: كنا نساء رحمة وخبرات في الإنسانية، رحمة لله لكي يشع في حياتكن وجه الكنيسة عروس المسيح بمساعدة الفقراء
والأشخاص الأكثر هشاشة وضعفاً والذين يعانون من أمراض جسدية ونفسية، والصغار والمسنين والمبعدين والمهمشين. وكما يقول سلط البابا الضوء على النساء فهن واقعات، ويعرفنا كيف ينسجن خيوط الحياة بصبر وهدوء في خضم التحديات الاجتماعية والاقتصادية. فلا غنى عن النساء في بناء عالم يكون موطنا للجميع. يعني ولا غنى للمرأة، ما فيش عنها غنى، يعني شاء أم أبو المرأة ضرورية. التحديات التي تواجه المرأة 4 تحديات: تحدي إيماني، تحدي أخلاقي، تحدي العيش في مجتمع متعدد الديانات، التحدي الإعلامي الثقافي. أولاً التحدي الإيماني، أنا مختصر بحب، ما بحب الإطالة لأنه نسمع فترة وبعدين إن شاء الله نكسب من اللي سمعناه، لأنه خير الكلام ما قل ودل. التحدي الإيماني: الفتور في الإيمان عند عامة الشعب المسيحي، ولا وللأسف يعني نحن في شعبنا شعب مناسبات، أحد الشعنينة فيش محل في الكنيسة، الجمعة العظيمة وكذلك الأمر، تعال الأيام الأحاد العادية مع أنه ملزمين فيها زي أي يوم عيد. خاصة الشباب بيجوا، سوري أقول رجال بيجوا في المناسبات سيجارتهم بيطلعوا يدخنوا بنية الكنيسة، ما فيش شي انتظام. يعني أنا مثلا بشوف في الرعية ما في اهتمام، بيجوا بيصلوا هيك، يعني أحد الشعنين فيش صلاة، هي زينة ومشاكل وتعارف على الناس. قلة الإيمان عند عامة الشعب خاصة الشباب، وقلة فهم المعنى الحقيقي للإيمان. فالإيمان بالمسيح يتطلب ممارسة عملية وسلوك، سلوك في الحياة حسب تعاليم المسيح. التحدي الأخلاقي: إن حالات الانحراف والخيانة الزوجية واستعمال العنف الجسدي بين الأزواج وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، لأن ما يحق للرجل لا يحق للمرأة. ثالثاً تحدي العيش في مجتمع متعدد الديانات. التعدد الديني يفرض على عائلاتنا نوعاً من التحدي ذو وجهين: الوجه الأول إيجابي والثاني سلبي. إيجابي أن يكون المسيحي نموذجاً حياً للآخرين بالسلوك والتعامل والتقوى ومخافة الله. سلبي بسبب الهجرة ونقص عدد المسيحيين، الشعور بأننا أقلية، هذا الشعور محزن، يولد حالة من الخوف والانكماش علاوة على الزواج المختلط. التحدي الإعلامي: الإعلام المرئي ووسائل الإعلام الأخرى، حيث يتلقى الأبناء ثقافة مغايرة في بعض الأحيان للدين والأخلاق. شو تأثيرات الكنيسة الكاثوليكية على المرأة؟ أثرت الكنيسة على المرأة بطرق مختلفة. أولاً إدانة الإجهاض. الإجهاض صار موضة عندنا المسيحيين خصوصاً في الغرب، خلص ما بدها البيبي بتروح على الإجهاض. الطلاق يعني ويا للأسف شهر شهرين ثلاثة ولا بنسمع إنه فلان وفلان اتطلقوا، هذا نتيجة إنه تحديات في المجتمع. تعدد الزوجات، الخيانة الزوجية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، تنظيم النسل بطرق طبيعية. فعلى المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان وحريته أن تسعى لنهوض المرأة وتخطي الحواجز التي وضعت أمامها من العادات والتقاليد البالية التي تحد من تطورها وتعيق تقدمها في وقتنا الحاضر،
خاصة في المجتمعات التي تعرضت للنزاعات والنعرات الطائفية، ومن نتائجها أن تعرضت المرأة إلى التهميش والاغتصاب والقتل والمتاجرة. وأخيراً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالمعايدة والتبريكات للمرأة الأم، تحية لك سيدتي المرأة، تحية يا من أعطيت الحياة، يا من زدت الكون بهاء وتألقا، فأنت الربيع وسحابة الغيث التي تروي أديم الأرض لتعطي ثمرا شهيا وعطرا شديا. وكما يقول القديس أغسطينوس: أمي كانت في ثوبها امرأة، أمي في إيمانها رجلا، أمي في رصانتها عجوزا، أمي في حنانها أما وفي إيمانها مسيحية. يعني يهمنا أن تكون مؤمنة مسيحية. وكل عام وجميع النساء والأمهات بخير وبركة من رب يسوع المسيح يحميكم. كل عام وأنتم بخير، كمان أنتم رجال كمان أبهات، لأنه لكم دور كمان في المجتمع. ويعطيكم العافية، وانبسطنا أنه نلتقي فيكم، وإن شاء الله دائما الأسيس يدعنا. شكرا سيستر، ربنا يباركك. احنا أقلية لكن احنا ملح الأرض، واحنا أقلية زي الشمعة اللي بتضوي السبيل والطريق لكثيرين. وللإعلام، احنا الآن مننتقل إلى الإعلام مع السيدة الدكتورة باسم السمعان الأردنية، التي حازت على مساحة من الإعلام الفضائي من خلال ثقافتها الأكاديمية وإدارتها للمكتب الإقليمي لقناة نور سات في الأردن، نشاطها المتطلع لخلق جسور المحبة والتواصل بين الشرق وبين الغرب. سمعان دكتورتنا تبنت العديد من هذه المبادرات التي تتضمن مفردات الرؤى الجامعة، عرفها الجميع في نشاطها الأبرز في هذا السياق بمساهمتها الكبيرة في المؤتمرات الدولية التي شاركت بها وقدمت فيها أوراق عمل استعرضت حال شرقنا في زمن لا زلنا به نعاني من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وغيره. حملت الدكتورة سمعان مفردات الوطن وإرثه إلى حيث ما حلت، متحدثة حينا وشارحة أحيانا عن حالة أردنية حافظت على مكنونها في قبول الآخر وخلق فضاءات العيش وظلال الوطن. اليوم هي حاملة للدكتوراه في الاتصالات الدولية وللسلام راية في كلماتي ورؤية سمعان، ذلك أن الرحابة العربية تتسع لنا جميعا، والنموذج الأردني يصلح للشرق وللغرب. بهذا تعرب الدكتورة باسمة الأردنية النشمية عن نشاطها وعملها ومهنيتها. كانت خطواتها الإعلامية الأولى عام 2000، حين كانت المنسقة الإعلامية للأردن في الهيئة الرعوية الكاثوليكية لكنائس الأرض المقدسة لمدة 2 عام، لتتبوأ بعد ذلك منصب الأمين العام للهيئة في الأردن عام 2002. بدأت رحلتها في الإعلام المرئي والمسموع كمراسلة صحفية لقناة نور سات الفضائية اللبنانية وتلفزيون تيلي لومينير في الأردن عام 2005. أسست بعد ذلك المكتب الإقليمي نور سات الأردن، وهي تترأس لا زالت على هذا المنصب المؤسسة والمديرة العامة لهذه الفضائية التي تنقل الهم المسيحي والخبر المسيحي من عام 2009. حملت السمعان راية الأردن مسيحيين ومسلمين، ومن خلال تغطياتها الإعلامية للعديد العديد من المؤتمرات والمشاريع
ذات الصبغة أيضا الوطنية، غطت بنجاح الزيارتين البابويتين الأخيرتين في العامين 2009 و2014. دكتورة باسمة، الإمرأة الإعلامية والإعلام، وكيف أثر ذلك على الإمرأة؟ تفضلي. يعني المقدمة اللي أعطاها الأستاذ فايق اللي بقول يعني مغلجي لا أحكي بصراحة، اللي وصلت له ما كان سهل علي. يعني من أول ما بلشت حياتنا العملية يعني كانت النحت بالصخر، لما نقول نحت بالصخر في تحديات خاصة للمرأة وعملها، وأنا كفتاة يعني واجهنا هلا بحكي شوية التحديات ممكن تواجه كل الصبايا والفتيات وأكيد أنتو كمان. فأنا أولا أستاذ بشكرك على الدعوة، بشكر هالحضور الكريم، بشكر الستات ولجنة المرأة والضيوف اللي حكوا سير جلوريا. يعني أنا جدا مبسوطة اليوم بمشاركتك معنا لهذا اللقاء، وبحيي كل الأمهات بعيدهم، عيد المرأة، عيد الأم، عيد الربيع، عيد الكرامة، وعيد البشارة. فدائما نستمد قوتنا من نساء يعني وضعت بصماتها في هذا التاريخ ونجحت وتقدمت. فالمرأة قادرة إنها تنجح وتوصل لأعلى المراتب. وأنا بحب هون يعني أحكي أزيد شوية، هذا خبر صحفي إنه قداسة البابا كمان إنه زاد كمان مكانة وتعزيز لمكانة المرأة في الفاتيكان، إنه خلاها تقدر إنها تتبوأ مراكز عليا في الفاتيكان. فهلا ولا مركز في الفاتيكان إداريا، يعني إنها راح تكون ممكن تكون وزيرة خارجية، وزيرة داخلية. أنتوا عارف الفاتيكان هي دولة بكل رئاسة الوزارة وأي حكومة دولة كأي دول. فهلا ممكن تكون رئيسة وزراء الفاتيكان تكون امرأة، فسمح للمرأة إنه تتبوأ هذه المراكز. عم بحكي مراكز إدارية وليست دينية، فيعني هذا هو الطريق ممكن يعلي من شأنها لاهوتيا كمان، مع إنه هي لها تاريخ كبير باللاهوت والعمل الكنسي. يعني سير جلوريا حكت عنه كهنوتيا، نعم كهنوتيا، يعني لاهوتيا مش رح تصير كاهنية، بس انه المكرسات والعمل التكريس في له رتب كمان في الكنيسة. فقداسة البابا سمح للمرأة انها تتبوأ مراكز إدارية. احنا بنسمي هذا الشهر فيه المثلث المقدس بين المرأة والربيع والكرامة. فليش هو مقدس؟ لانه المرأة قداستها جاءت من تكريمها في وصايا الله العشر، الوصية الثانية أكرم أباك وأمك. فتأتي كرامة المرأة واحترامها، واجب علينا كبشر لاحترام الأم. لما ما احنا بنوصف الأم بنقول كلمة الأم هي الروح في القلب الإنسان اللي ما بنقدر، الذي لا يستطيع العيش من غيرهم. هاي هي الأم. الأم هي الوطن، هي الأرض، هي المنبع الحنان. فهي الأوصاف اللي إحنا دائما نتغنى في الأم لما بنكتب الكرتات وبنكتب الكلمات الجميلة لنوصف الأم. بس الأم هي حب غير مشروط، عطاء غير مشروط، محبة، خدمة غير مشروطة، ما بتنتظر بالمقابل. بصراحة ما عرفت معنى الأمومة غير لما صرت أم. ممكن وإحنا صبايا قبل ما نتجوز ما كنا نعرف شو الأم بتضحي وشو الأم تتغلب لتكبر أولادها، بس لما صرنا أمهات وعرفنا المعاناة اللي عانتها الأم عرفنا قيمتها أكثر. فبعتقد أنتوا نفس الشيء، لما صرتوا أمهات عرفتوا قيمة أمكم أكثر، فبطلتوا الكلمات الرنانة اللي كنا نكتبها بالمدارس ونعمل الكرتات ونلونهم ونعمل الزهور عليهم. بطلت كلمات جرداء، بطلت كلمات بس عم نخطها على الورق وبنعطيها للأم. صح
صار إلها كل كلمة صار إلها معنى، أحس فيه أكثر لما صرت أم. لكن برضو كمان في أمهات، في نساء أعطوا محبة الأم، عطف الأم، حنان الأم من دون ما يكونوا أمهات، من خلال خدمتهم، من خلال مراكزهم اللي تبوأوها بالشغل، من خلال إخوتهم اللي ساعدوهم في البيت، مساعدتهم لأمهم. يعني ممكن هن ما صار إنه مجال إنه يكونوا أمهات، لكن عطاء الأمومة في، بعتقد هي في روح كل امرأة أنثى خلقت على وجه هذه الأرض. أنا وعدتكم نحكي عن التحديات اللي واجهتني تأوصل هذا المركز، وراح أحكي عن شوية عني أنا. أنا في البداية صوتي كتير حلو، فبداية بالمدرسة يعني كنت أغني في المدرسة، يعني بالاحتفالات وبالحفلات والحفلات المدرسية أطلع يا باسم أغني، صوتي قريب من ماجد الرومي. مؤخرا قالوا لي شكلك ماجد الرومي، مثل ماجد الرومي. فقررت اني ادرس فن، انا بدي ادرس فن واطلع مغنية فنانة بغض النظر. طبعا التحدي الاكبر من المجتمع، كيف يعني انتي صيري مغنية فنانة؟ ممنوع. هذا اول تحدي بالنسبة ل يعني كوني امرأة، كوني فتاة، ممنوع. الوالد كان يشتغل بالسياحة والسفر والطيران، كان في الملكية مدير الحجز والتدريب، فكان يدرب المضيفين والمضيفات. فحكيت له للوالد انت بتدرب مضيفين ومضيفات، انا بابا بحب الطيران، يا بروح طيران كابتن يا بصير مضيف الطيران. قال لي لا هاي ولا هاي. منعني مع انه هو بيدرب طيران، برضو منعني، قال لي مش لا إلك ومش لا إلك، كانت الملكية وقت تأخذ بنات من بلاد تانية مش بلاد عربية تتخدم في طيرانها، عم نحكي إحنا بالثمانينات ويعني في هاي المدة، مع أنه بديش أكبر حالي بس إنه هذه هي الحقيقة. الله يسعدك. فهذا التحدي الثاني، كوني امرأة فتاة منعوني من طيران، أكون مضيفة الطيران أو مضيفة أرضية أو كابتن، فهذا التحدي الثاني. كونه ضليتني أفكر ليش دائما البنات ممنوع عليهم هيك، ممنوع عليهم، وقولوا أولاد بالطلاق أطلع لهم كل إشي. من يومي كنت دائما إنه أطلع من هذا القالب، يعني أحب أسوي إشياء ما في شيء يعني ممنوع، مع إنه الوالد ما كان كتير هالقد متزمت، لكن المجتمع فرض عليه كوالد وفرض علينا نحن كبنات، لأنه إحنا كان أول خلفته لأبوي خمس بنات، وأنه يكون يحافظ على هالبنات وخواتي كمان من هالمجتمع اللي ما بيرحم المرأة، ما بيرحم البنت. ممكن هلأ صار في انفتاح أكتر، لكن في أخطاء أكتر، لأنه كانت العائلة المحافظة بالزمانات كانت البنت تسمع، بس الرجل أو الأب يجحر البنت جحرة توقع بأرضها. هلأ ما في حدا بيسمع ولا تشحر ولا ما تشحر، تحكي وتصرخ وبصريش اللي براسهم بدهم يعملوه، وما في إشي ممنوع عليهم، كل شيء مفتوح من خلال التكنولوجيا ومن خلال الانفتاح الإعلامي ومن خلال الدعايات والإعلانات. بصراحة كانت المرأة محترمة، مع إنه في ممنوعات كان المرأة إلها مكانتها واحترامها سابقا أكثر من هلا. هلا موجود التنمر بين البنات يعني، والنشر اللا أخلاقي تبادل الرسائل، الألفاظ تبعتهم، مشاهداتهم. لما البنات مفتوح الانترنت على وسعه، ما فيش روابط، والأم أحيانا مغيبة عن هذا الواقع. ليش؟ لأنه في غرف مغلقة بيشوفوا اللي بدهم إياه، وبيكونوا أفكار وأراء ومختلفة، فصار عندنا شوية زي ما حكت السيستر، في عندنا الانحلال الأخلاقي، صار في عنا عدم التزام بتعاليم التعاليم الاجتماعية والقيود الاجتماعية، بطل في تقيد في التعاليم المسيحية، التعاليم الإيمانية بطل في تقيد، صرنا نشوف وجود أقل عدد في الكنائس، حضور القداديس مثل ما حكت المسير، صار العدد بس من خلال المناسبات الاجتماعية من أجل الصورة العائلية
المكونة من الأب والأم والأطفال والأحفاد والحماي والحماية خلال فترة عيد الشعنين ولا العيد الكبير ولا عيد الميلاد ولا فأما نقول لك في وجع، هذا الوجع اللي عم بشوفه أنا كإعلامية عم بشوفه من خلال التعليقات، من خلال المشاهدات، عم بشوفه من خلال الإعلانات اللي بتكون على البوردز الإعلانية بالشوارع وهيك، بصوروا المرأة كسلعة. فأنا بحكي الحق علينا نحن النساء اللي منقبل إنه تصور المرأة كسلعة، بالمجلات تصور المرأة كسلعة، فصرنا سلع، المرأة أصبحت سلعة. أنا عم بحكي هون المساوئ أو زي ما بقول السلبيات لمكانة وقيمة المرأة في المجتمع وبنظرهم بنظر المجتمع، لكن هناك أيضا في شمعات مضوية في المجتمع، هناك نساء قدرت إنها تنحت الصخر وتتبوأ مراكز مهمة في المجتمع، إن كان وزيرة ولا نائبة في البرلمان، وإن كانت مديرة شركة، مديرة بنك في المجتمع، أو يعطيها العافية، لكن ما وصلت هذا الموصول إلا بالنحت بالصخر. مو سهل، مو سهل إنسانة ناجحة وصلت إلا تكون مليون صوت انضربت، مليون حجر انضربت. يعني أنا كتير في أحيان بكون في أماكن ما بتضربني غير حتى كمان نساء، يعني من الغيرة على بعض. أنا بقول عدوة المرأة دائما تكون المرأة للأسف، يعني أوقات الرجل بحاول يدعمها بس لما بيشوف عدم الدعم من النساء نفسهم بيوقف عاجز عن التصرف أو أحيانا على إبداء الرأي. فلازم نكون نحن إيد واحدة في المجتمع ندعم المرأة، لما نشوف امرأة ناجحة نوقف معها ندعمها نشجعها على أساس تمضي، لأنه الأسرة الناجحة وراها أم ناجحة، وراها أم قادرة. لما نقول ما شاء الله عليها العيلة كويسة منيحة، في عيلة في أب وأم قادر يعني قدروا إنهم يوقفوا العيلة على إجريها. لما منكون مثلا بشركة ناجحة، هذه الشركة بيكون قائدها أو مديرها ناجح، لما بيكون مؤسسة قائدها ومديرها ناجح. احنا منقول وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن كمان وراء كل امرأة عظيمة رجل يساعدها ويساندها، يعني ما بتكون لحالها. أنا لولا جوزي، يعني أنا بوجه له الشكر على قدامكم، هو اللي ضله وراي لأكمل دراستي. أنا كمل دراستي بعد ما خلفت وكبروا شوي الأولاد، أنا ما قدرت أدرس خلال وجودي مع الأطفال وصعب كتير كان. فدرست بعد، خلصت البكالوريوس وخلصت الماجستير وعملت الدكتوراه. جوزي كان أولادي كمان ساعدوني لأنه كانوا يدرسوا جامعة وأنا عمل ماجستير. خلصت الماجستير من جامعة طلال أبو غزالة بالجامعة الألمانية إدارة أعمال تسويق، ودخلت الفصل اللي بعدي أولادي. يعني شوفوا قديش كانوا كبار، يعني أولادي يدخلوا ماجستير مش بكالوريوس، يعني لهي الدرجة كنا ندرس مع بعض يعني بيئة مدرسة. جوزي يحكي لأنه مش عندي ثلاثة أولاد، عندي أربعة بالبيت بيدرسوا، لكن هو ساعدني لأنه عرف التضحية اللي ضحيتها مع الأولاد خلال بداية حياتي لكبرتهم وعلمتهم. والحمد لله بقول أنا ما قصرت مع أولادي، مزبوط إنه هلأ أنا عم بشوف حالي ومش غلط. يعني أنا بقول الرسالة الأمومة، رسالة الأمومة مهمة جدا لأنه بتأسس بيت صحيح للمستقبل. فما ما يضل الإنسان أو المرأة تقول أنا ما اشتغلت، أنا ما عملت، أنا ما شفت حياتي، أنا ما تمتعت، أنا ما إلى آخره. لا، في معك مجال، ما تفكري إنه الوقت خلص هلأ، لا، في معك مجال. بتحب تكملي دراستك كملي دراستك حتى لو وصلت إن شاء الله 60، كملي. حبيتي تدرسي مادة معينة كملي دراستك، حبيتي تنمي موهبة معينة كانت بالزمانات عندك رسم، الآن الرسم للمتقاعدين من أجمل الهوايات اللي ممكن المرأة إنها يعني تنخرط فيها. وفي كتير نساء يعني هلأ عم بدرس الرسم وعم بيبدعوا يعني رسم الوقت. على كل الحكي كتير، ما هو أنت لما بتسلم إعلامية مايكروفون بطل تخلص.
على كل أنا بس حبيت أحكي هالكلمتين وممكن شارككم كمان عن حياتي العملية. بس زي ما حكيت المرأة الناجحة ما بتوصل بسهولة، لازم تنحت بالصخر. فكونوا يعني وحدة واحدة مع النساء، بتشوفوا مرأة ناجحة مثلا دعاء، أنا دائما يعني بفتخر بنساء مثل دعاء مديرة مدرسة وقادرة إنها تكون بثبات بمكانتها بالمجتمع وبمدرستها، والست المحامية لبنى أيضا بمكانتها وبعطائها وبخدمتها. سير جلوريا أنت كمان من النساء اللي قدرت كمان تمسك إدارة مدارس وتبني أجيال، يعني أنت أم عظيمة. وسير ميشلين كمان كانت سير جنت كانت أيضا من النساء كمان الراهبات المكرسات اللي خدموا أولادهم وبناتهم بالمجتمع أكيد بمراكز عالية. فدعوتي اليوم في هذا المساء، طبعا شاكرة استماعكم ومحبتكم للإصغاء، دعوتي أنه نكون سند لكل امرأة ناجحة بنشوفها، لبناتنا لما بدهم يطلبوا أي مهنة أو بدهم يدرسوا أي شيء نسندهم ويحققوا طريقهم وهدفهم. ويعطيكم العافية وشكرا لكم. والتحديات اللي خلت هالحديث من القلب لا تحكي عن خبرتك، وأنا بتوقع هي خبرة كثيرات من نسائنا. وأنا بشكر ربنا إنه في كثير من عائلاتنا اللي عم بيدعموا دور الامرأة البنت الفتاة حتى تصل، لأنه ممكن نوصل بالحديث أو لا لنساء لازالوا بيعانوا، وبدل ما يتقدموا للأمام عمالهم يعنفوا في الأسرة وفي البيت. وفي نساء اللواتي يعني تعرفوا حرب العراق اللي كانت في أوائل القرن الحالي، لما نسمع النساء يبعن من أجل أجسادهن ألم كبير. وأنا بتمنى إنه اليوم نطلع لو بفكرة صغيرة، ما أعرفش إذا رح يكون في عنا أي شيء عملي، لكن ضروري جدا ما نبقاش نتحدث ونشجع بعض، نعمل ونقوي بعض. الكتاب المقدس بيحكي لنا هذا إيماننا على صورة الله ومثاله خلق الله الإنسان، ذكرا وأنثى خلقهما. ما كان عنده في الصورة في المثال أي فرق بين الرجل والامرأة. في العهد الجديد في المسيح ليس ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا حر، لا يوناني ولا يهودي، الجميع واحد في المسيح. اسمحوا لي أقدم أيضا اليوم الأستاذة الدكتورة المحامية لبنى دواني النمري، دكتوراه ماجستير من جامعة بيكنغهام، والدكتوراه من جامعة بيتسفورد الأمريكية، بيكنغهام بريطانيا طبعا، عضو هيئة النقابة المحامين الأردنيين من 93، مش زمان يعني مبارح، مؤسسة لعديد من مؤسسات المجتمع المدني، جمعية معهد تضامن النساء الأردني وميزان للقانون، أنا مستشار في ميزان للقانون أيام الله يرحمها الأستاذة أسماء والأستاذ فراس عازر، وجمعية حماية ضحايا العنف الأسري. ترأست عدد من الجمعيات مثل جمعية معهد تضامن النساء وجمعية الأسر التنموية. تم انتخابها الأستاذة لبنى لعضوية إدارة شبكة اليوروميد للحقوق منذ عام 2018، وهي شبكة تجمع 90 مؤسسة مجتمع مدني من شمال وجنوب المتوسط، يعني البحر الأبيض المتوسط، حيث استلمت المرجعية السياسية لتعميم المنظور الجنساني في الشبكة اللي هو الجندر مينستريم، عضو في غرفة تجارة باريس وهيئة التحكيم العالمية منذ 2018،
أمينة سر جمعية أصدقاء البيئة في البحرين، يعني ممتدة في الوطن العربي منذ عام 2016، تم تكريمها في عام 2017 في بيفرلي هيلز من قبل البلدية ومنظمة شيلا كار في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا أمريكا لعملها مع النساء في خطر، وهي رئيسة لجنة التوعية في الأمان الرياضي في الأولمبيكس الأردني. وصلت، تعبت، اجتهدت، ربت، واليوم سعداء نسمع خبرتها ونسمع كلامها. الأستاذة الدكتورة لبنى، تفضلي. مساء الخير. رح نضلنا نعيد على بعض اليوم. فالله يكثر الأفراح وكل عام وأنت بخير. أنا اليوم بقول لكل واحدة فيكم كل عام وأنت بخير. أنت العمة، أنت الخالة، أنت البنت، أنت الجارة، أنت الأم، فأنا فخورة بكل واحدة فيكم. واطي؟ واضح؟ علي؟ علي؟ منين بعلي هيك؟ علي صوتي؟ أوكي. وفخورة إنه والدتي معي، اللي بفتخر فيها لأنها لا زالت مربية مدرسة في الأهلية للبنات. فكل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت بخير ستي. أنا اللي بدي أحكي اليوم، أنا طبعاً كتير بتوافق مع مسور جلوريا والدكتورة باسمة في الدعم النساء وفي التوسع اللي احنا توسعنا فيه، وكيف إنه المرأة مظبوط حصلت على العديد من يعني المراكز، ووصلت كابتن طيارة، ووصلت مدرسة، ووصلت بالوزارة، ووصلت أماكن يعني كبيرة. لكن عنا لا زال في عنف ضد المرأة في مجتمعاتنا المحلية، وأنا يعني أنا بشتغل مع هؤلاء النساء، بشتغل معهم بصورة يومية، يعني بتعذب لعذابهم، بتألم لألمهم، لأنه أحياناً المواضيع بتكون بسيطة لكن الظرف الاجتماعي اللي هم فيه بيكون صعب. يعني مثلاً مثال بسيط، من سنتين أو ثلاثة كان في صبية بدها تنتحر على جسر عبدون، دورت عليها لقيتها بالمحافظة، رحت أحكي معها، فبقول للمحافظ بقدر أحكيها؟ طبعاً بعتموا عليها لأنه ما بدهمش تحكي، ما بدهمش تتعامل، ما بدهمش. حكيت معها، صبية عمرها 22 سنة زي الوردة، بدها تشتغل ممنوع، تكمل دراستها ممنوع، تروح مع صحباتها ممنوع. يعني لما ضيقوا عليها الخناق ما فيش مجال تعمل إشي، لقت إنه الحل الوحيد إلها تروح على جسر عبدون. هلا أنا بالمحافظة بتحدى المحافظ، جاب الأب طبعاً، إجا الأب، المحافظ بيقول لي إيش بدك أستاذة؟ فأنا شادة حيلي بقول له بدي البنت. صدقوني الأب ما أخذته جزء من الثانية يقول لي خديها. صدقي لو جزداني ولا باكيت كلينكس ولا أي شيء بدك تقولي لا هذا اشتريته، هذا حقه كذا، هذا قال لي خديها. أنا فكرت إنه أنا بدي يعني أمسكهم بإيد اللي بتوجعه، إنه بدي البنت ما أخذته جزء من الثانية، قال لي خديها خديها. أوكي أخذها. أنا طبعا مش رح أحط واطي، أبا أخذها. ايش في عندك شروط ولا شيء؟ وقع انه سلمني بنت صبية عمرها 22 سنه اللي هي بنته. احنا مرات بنقول النساء كثير عم بيحكوا على العنف، خلص يا عمي صاروا رجال لازم يطالبوا بحقوقهم، بس هذا الحكي مش صحيح. اللي بتمر فيه النساء، اللي بتمر فيه البنات، العنف المجتمعي جدا قاسي وجدا عالي، خاصه لما يكون من اهل البيت. أهل البيت ما بيتفهموا الشباب والصبايا، ما بيتفهموا إيش هم توجهاتهم، إيش حابين. وأحياناً زي ما حكيت إشياء بسيطة مش معقدة، لكن إحنا منصر إنه ممنوع، ما بيصير، ما في. وهذا الحكي يعني صعب صعب، لأنه بيؤدي لنتائج. يعني لو فعلاً رمت حالها وانتحرت يعني بيكون فقدنا نفس بريئة، إحنا بالإمكان نحافظ عليها بإشياء بسيطة. على كل، أنا حبيت أحكي على العنف ضد النساء، أبتدي فيها. يعني العنف خاصة بأيام الكورونا كتير ازداد عندنا بعائلاتنا أكثر من 60%.
لأنه عادة الرجل بروح على شغله، المرأة بتروح عند جارتها أو بتروح على شغلها، يعني في تنفيس نوعا ما. لكن بحشرتنا بالكورونا زاد كتير العنف، زاد كتير، وتسبب في حالات حقيقة صعبة على الأزواج وصعبة على الأبناء كمان. فالعنف المجتمعي والعنف الأسري والعنف ضد المرأة موجود بشكل يعني لصيق فينا بأسرنا في البيوت، وإحنا بنحاول دائما نظهر إنه ما في إشي وإحنا فرحانين وإحنا مبسوطين، بس عندنا مشاكل، ومشاكل عم تتعمق. ويعني بجوز إحنا لما نحكي فيها نفتحها مش عيب، يعني إحنا الأردن من الدول اللي فتحت مشاكل قتل النساء. يعني وين ما أروح أنتوا عندكم قتل النساء؟ لا، إحنا ما عندنا قتل النساء أكثر من غيرنا، بالعكس. لكن إحنا كان عندنا الشجاعة الكافية إنه إحنا نفتح هذا الموضوع، نحكي فيه، نشخصه، ونقدر نلاقي له حلول. مش إحنا اللي عندنا الجرائم قتل النساء، علما بأنه فعليا في جرائم قتل النساء موجودة عندنا بفلسطين، بسوريا، بلبنان، موجودة، يعني ما بنقدرش ننكرها. هلأ كمان في الصمت، الصمت جريمة ضد المرأة. الصمت، إحنا مثلا إذا أختك، جارتك، بنتك، إنه لا ما تحكيش بهذا الموضوع، عيب، بلاش الجيران يعرفوا. أو إذا الأزواج مثلا ما في توافق، مثلا ما بحبوش يحكوا لأنه يفتحوا الموضوع لأنه عندهم بنات أو شباب بعمر الزواج، هذا صحيح الحكي، بس مش معناته منسكر الغرفة من الدابح، لا، معناته إحنا في لغة للحوار، لغة للتواصل. ما قدرنا نحل مشاكلنا منروح لطبيب، ما قدرنا، يعني في حلول أخرى غير إنه إحنا نصمت ونسكت ونعنف المرأة وتنضرب وتنهان بسبب إنه إحنا ما بدنا نحكي عن هاي المشاكل، عيب، ما بيجوز. لا، العيب إنه نسكر على هاي المشاكل، العيب إنه نسكرها وتصفي بتفتفت فينا وفي عيالنا وفي أولادنا بدل ما إحنا نحكي فيها ونفتحها ونعالجها. هلأ عنا يعني أنا بأسف كمان أقول إنه إحنا عنا عنف ضد المرأة بالقانون، إحنا في بالقانون عنف ضد المرأة، مثال عليه قانون الجنسية. يعني أنا ما بفهم كيف إنه أنا مثلا، هل أنا بوقف على إشارة المرور لما بخالف بيجي الشرطة بيقول لي إلك خصم خاص لأنك امرأة؟ مثلا لما بتيجي ضريبة الدخل على مكتبي بتقول لي لأنك امرأة في إلك خصم غير عن بقية الناس لأنك أنت امرأة؟ لا، أنا كامرأة عاملة بشتغل، بطلع عندي مكتب، بسوق سيارة، أنا بوفي كامل الحقوق المطلوبة، الواجبات اللي علي كاملة بأديها للدولة، بأديها للبلدية، بأديها لمكتبي، بأديها نقابتي. ليش أنا أنحرم من الجنسية؟ ليش أنا لما أتزوج واحد مش جنسيته أردنية، أو أخلف أولاد يضلهم كل سنة أجدد لهم، كل سنة أروح على الشرطة عشان تجديد الإقامة كل سنة؟ ليش؟ بينما أنا الرجل عندنا 3 سنين بيعطي جنسيته للمرأة العربية، إيش مكان جنسيتها، و5 سنين للمرأة الأجنبية مثلا. يعني ليش أنا يضلوا عندي هذا القصور في القانون؟ إنه إحنا إيش خايفين على قضية الفلسطينية؟ ما أعتقد، لأنه إذا بتتذكروا إجوا العراقيين عندنا بعنا الجنسيات، صرنا نقول اللي بيدفع 15 ولا 20 ألف دينار بنعطيه جواز السفر، بعناه. هل العراقي اللي جاي من العراق، مع احترامي للعراقيين وللجميع، هل السوريين، هل المستثمرين أحق من بنتي، أحق من أختي، أحق من جارتي اللي هي مش قادرة تعطي جنسيتها أو مش قادرة توفر جنسيتها لزوجها وأولادها؟ أنا بعتبر إنه هذا قصور قانوني وإحنا ساكتين عليه، ما بيجوز. يعني ما بيجوز إحنا بالقانون يكون في تمييز ضد المرأة. يعني مجتمعيا ما استوعبنا، ما فهمنا، بس يعني بنقول عادات وتقاليد، وإن شاء الله إحنا بنشتغل عليها كمؤسسات مجتمع مدني، ككنيسة، بنشتغل عليها. بس القانون يحرمني أنا من حقوقي، هذا حكي طبعا مرفوض. موضوع تاني بحب أحكي فيه بالقانون، وهو قانون الأحوال الشخصية اللي هو قانون الإرث. يعني أنا بيجيني كتير أزواج، يعني نساء ورجال، إنه أنا ما عندي غير بنات. طب أنا كيف بدي أمن بناتي اللي ما كل العيلة تدخل تأخذ هاي المبالغ اللي أنا تاركها، أو تتشارك العيلة كلها في عقارات أو في مبالغ مالية
تعب فيها الأب والأم حتى أسسوا أولادهم، حتى أسسوا هاي الخلية، حتى أسسوا هاي النواة. أنا ليه أصير أنا أفكر كيف بدي أطلع بناتي أو بنتي على أساس أنه ما تخسر هاي المبالغ؟ أسجل باسمها، طيب بلكي تزوجت واحد مش كويس بيصير يسحب الفلوس، وأنا بدي أصفي آخر عمري أنا أترجى أخذ منها مصاري مثلا. العقار أسجل العقار بعشرة باسمها، طب بلكي باعته وأنا احتجت بآخر عمري أتعالج مثلا، كيف بدي يعني هذه التفاصيل بمر فيها الأهل. فيعني أنا بستكتر على كنايسنا مع احترامي السيس، بستكتر على شيوخنا الأعزاء، شيوخنا في الكنايس، بستكتر عليهم إنه إحنا نضلنا قاعدين بهذا الخلل القانوني المسيحي. أنا إيماني مسيحي، والمعلمنا الأعظم سيدنا يسوع المسيح، وأنا طالما إيماني مسيحي ليش ما أنا يكون عندي تشريعات تحميني؟ ليش أنا بكل إشي عندي تشريع إلا قانون الإرث أنا بروح فيه على الشرع الإسلامي؟ هذا قصور، يعني بتخيل خلل كبير في تشريعاتنا الكنسية. علما بأنه كان في مبادرة، كان في صبية اسمها لينا نقل بلشت تعمل عريضة للتوقيع، كان في معالي الأستاذة ريم أبو حسان بلشت عملت نواة محاميات للتغيير وعملوا محاضرات وعملوا رفع وعي، لكن وقالوا إنه إحنا بدنا نعدل القانون، وكان في حراك نوعا ما لتعديل قانون الإرث، لكن يعني بعد كل حراك بتسكت الدنيا هيك فجأة يعني، وبنضلنا ماشيين على ما إحنا عليه. طب ليه؟ لأمتى إحنا كمسيحيات، مسيحيات بالهوية، هوية أحوال مدنية، ومسلمات في الإرث؟ ليه؟ أنا حقي كمسيحية بما أنه أنا ما فيش تعدد زوجات، ليش قبلتوا عدم تعدد الزوجات؟ طب ما عند إخواننا المسلمين في تعدد زوجات، طب خلنا ناخدها كمان بتضبطوا لنا إياها. لا أنا ما عم بطالب فيها، ما عم بطالب فيها، بس أنا عم بقول يعني بما أنه إحنا عندنا تشريعنا الكنسي الخاص بقانون الزواج، بالطلاق، في كل إشي، الأولى أنه إحنا يكون عندنا قانون خاص في الإرث يحمي بناتنا، يحمي أولادنا، يحمي عيالنا، اللي البنت ترث أمها وأبوها حتى لو كانت بنت وحيدة. البنات يعني أي أسرة عندها بنتين أو ثلاثة ما عندهم أولاد، العصب اللي بيعصبه يكون قادر هذا الأب وهاي الأم يعطوا إرثهم أموالهم يعني على الأقل يعيشوا ويموتوا مرتاحين إنه أولادها أو بناتهم هدول هم اللي رح يرثوهم، من دون ما نضلنا نلف وندور، من دون ما نضلنا نحاول بأمور مختلفة إنه نحاول نمرق هاي العقارات أو هذه الأموال لبناتنا، لأنه أنا بس أموت ما بعرف شو رح يصير يعني. لا، أنا بدي أمن بنتي، بدي أمن بناتي، فهذا من أبسط حقوقنا كنساء مسيحيات بهذا الموضوع. بناء عليه من هذا المنبر، وأنا بحب إنكم كلكم يعني تشجعوا وتحكوا بهذا الموضوع إذا ممكن، بطالب استحداث أول إشي لجان مسيحية للتوافق الأسري. يعني مثلا صار عندنا لا سمح الله قضية بدهم يتطلقوا اثنين، أحيانا بتكون، وأنا بعرف أحيانا بيكون الخلاف على إشي يعني ممكن صد الخلاف هذا، ممكن نرجع نقربهم، يعني بيكون في نوعا ما محبة، بيكون في احترام، بيكون بس صار شغلة مثلا خلص تطلع براسهم بدهم يتطلقوا، وشوي شوي بتصير تكبر اللي هو بتطلقوا. لجان التوافق الأسري ممكن إنها تجمع الأزواج مرة تانية حفاظا على كرامة الأبناء، حفاظا على أسرنا المسيحية، وحفاظا على كرامتنا كرجال وكنساء. يعني الطلاق شيء مرعب، يعني مرعب لكنيستنا ومرعب لكل الناس. وبحب كمان يكون عندنا لجنة أو دائرة للإرشاد الأسري، هاي تعمل على، وفي بعض الكنائس ابتدت فيها على الشباب والبنات إنهم يعطوهم بعض المعلومات أو بعض التمكين إنه كيفية التعامل، كيفية، لأنه يعني زي ما تقولوا أنا كمحامية بدرس 4 سنين وماجستير ودكتوراه وبعدين بتدرب 2 سنين، يعني بتاخدني فترة. أما كزوج وزوجة بيخطبوا وبتزوجوا والتاني يوم واللي هم أزواج وأم وأب ودبروا حالكم، ممكن أول ولد ما يزبطش معهم الترباي لأنه عم بيتعلموا التنين.
فهاي اللجان اللي عم بحكي عليها هي يعني حتى تعمل على تمكين النساء والرجال على كيفية تربية الأطفال، على كيفية التعامل مع بعض، على كيفية أنه إحنا نتقرب من بعض كأسرة. إحنا صرنا أزواج فمفروض أنه نتقرب من بعض، وطبعا هذا علم، علم حلو أنه نعلمهم إياه ويمشوا فيه. كمان بطالب من هذا المنبر وضع مسودة قانون للإرث المسيحي وتبنيه من كافة الطوائف. لازم إحنا حتى إذا إحنا كطوائف إحنا ما توافقنا عليه الحكومة مش راح تمرره، لازم يكون عندنا قانون إرث إحنا نتوافق عليه حتى إحنا نقدر نستطيع نطالب فيه الحكومة تمرره ويصير نهائي ويتم المصادقة عليه من النواب والأعيان، يعني بالقنوات المعروفة وبالنتيجة من جلالة الملك. وهذا إشي كتير مهم، المساواة في الإرث بين الذكور والإناث. هذا المساواة يعني إحنا عنا ما عنا ولا أي نوع من بالعكس، المسور حكات والأسيس حكى كيف إحنا عنا المساواة. المساواة إشي مهم، المساواة بكل إشي إلا بالإرث. ليش؟ ليش الذكر ضعف حظ الأنثيين؟ ليش؟ يعني المساواة بهذا الموضوع بتصير إحنا مقبولة إلنا؟ إحنا ما لازم نقبلها لا رجال ولا نساء، زي ما أنا ما بقبلها إلي، ما بقبلها لبنتي، ما بقبلها لأختي، ما بقبلها لبنت حماي. إحنا ما لازم نقبل، إحنا مفروض يكون عندنا حد أدنى اللي هو نقبل فيه، اللي هو المساواة في الإرث بين الذكور والإناث. تفضلي مسور. إنه كمان هالبنت أو هالكون بقول لك ليش تفاسد الأهل أو أخوها صارت إيه؟ يعني هل الناس اتفرقت؟ بس زوجها غريب مسور، زوجها غريب، بقول لك ليش أعطيها؟ ما هو زوجها غريب. تفضلي. عم بقول إنه نحن كمان في مجتمعنا بنصير نقول ليش تقاسم اخوانها؟ عيب عليها تقاسم اخوانها. طيب هي بتكون بحاجه اكثر من اخوانها. صح صح، هذا مجتمعنا كمان لازم يعرف هاي انه احنا المجتمع مسير، احنا لازم احنا كلنا نتغير، احنا هي المجتمع هينا. ليش لسه تاخذ يعني الثلث؟ يعني مقبول، بس اما ما يعطوهاش نهائي. يا ما في ستات اردنيات، بخص الاردنيات بالذات، ما اخذوش. عيب بالنسبة، عيب ما بدأ تقاسم إخوان. صح، بيعطوها إسوارة وبيعتبروا أن الموضوع انتهى. إسوارة ذهب. أو أي إشي، أو أي إشي، أي إشي بسكتوها، بسكتوها ذهب صغير، بأخذوا الملايين. دقيقتين خلصت أنا، بس بقي نقطة واحدة. الشغلة الثانية أنه يعني هم عادة بس يعطوا الإرث للولد للبنت، بيقولوا ما هو زوجها غريب. يعني أنا ليش أعطيها؟ ما هي زوجها غريب. طب ما مرتك غريبة، هي مرتك من وين؟ مرتك عم تاخد الإرث تبع أمك وأبوك وأهلك. ما هي كمان إذا إحنا بدنا نقيس على نفس المستوى، المرأة غريبة والرجل غريب. طب تابع لزوجها. طيب بس أنا لما أعزز بنتي بتغير اسمها؟ لا، هلأ أنا لبنى دواني النمري ما تغيرش اسمي. طبعا دخلت زوجي وبفتخر فيه. خلينا نمشي، معلش معلش. كمان نقطة كمان ممكن تكون أخيرة بالنسبة لحالات الطلاق والزواج. إحنا عم نعطي النساء يعني نفقة، عم نعطيها النفقة. أوكي، إيش نفقتك؟ إحنا بننسى إنه خلال 30 40 50 سنة هاي المرأة اشتغلت إيدها مع إيده مع زوجها، تعبت معه، دعمته. حتى لو كانت هي ما بتشتغل، بتشتغل كمان هذا اللي احنا بنقول عنه العمل الغير مأجور، لكنها دعمته. لو انه ما عنده ست قد حالها قدرت تدير بالها على بيتها اولادها، ما يقدر ينطلق لشغله. فهي حقها كسيدة عاشت معه قد ما عاشت معه انها تتقاسم معه المبالغ قبل ما هي ترث، تكون هي شريكة معه بالنصف قبل ما هي ترث، زي الامريكان، زي الاوروبيين، زي اي جنسية تانية. فأنا بقول بالنهاية إخضاع المواطن المسيحي لأحكام دين يخالف دينه، مع احترامي لكل الأديان، هذا يعني أبسط مبادئ حقوق الإنسان اللي إحنا يكون عندنا تشريعاتنا الخاصة تنطبق علينا كمسيحيين في شرقنا المسيحي والموجودين فيه. يعني أنا ما بدي أحكي إنه ما بدي أتساءل إنه ليه هيك عم بيصير، ليه إحنا
صرنا بال 2022 بعد ما بنحكي بهاي القصص. سوري يعني بعد بال 2022 وبعدنا بنقول يعني بنحكي على الارث وقانون الارث والناس وين واحنا. طب هذا الحكي انا بعتقد حان الوقت انه يتغير. يعني المتنفذين والوجهاء لبعض الطوائف المسيحية عمالهم بيشتغلوا بطريقة يعني بتمنى عليهم انهم يحسوا في نسائنا، يحسوا في ازواجنا، يحسوا في عائلاتنا، ويكون في توافق عام لهي القوانين اللي حكيت عليها. بجوز بالنقاش يصير في مجال نحكي، بس اسف اذا تاخرت. سيس شكرا لكم، يعطيكم العافيه. احنا في الواقع تجاوزنا الوقت، فاعذرونا الحديث شيق جدا. انا بس دكتوره لبنى بحب احكي لك انه يبدو انه انت سفرك كثير في الفتره الاخيره. مجلس رؤساء الكنائس في الاردن انهى مشروع الاحوال الشخصيه وحصر الارث، وساوى الرجل بالامراه بالقانون، وكل المواضيع اللي طرحت في البند الثالث. وبتمنى بعد ما تم توقيعه من جميع رؤساء الكنائس في الأردن ورفعه لرئاسة الوزراء أنه يصير قانون. هلا تم رفعه من مكتب الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس إلى يا إما وزارة العدل أو لرئاسة الوزراء. أنا بأكد لك كعضو في هذا المجلس أنه تم توقيعه ورفعه. مش عم بحكي على الست اللي ذكرت اسمها، آسف ما عرفتاش. أنا عم بحكي على اللي عملناه في مجلس رؤساء الكنائس، القانون اللي تم عدة جلسات لعدة أشهر تم موافقة عليه وتم رفعه فعليا. الآن إذا بدنا نتابع بهذا المشروع مع الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس، لأنه كل المبادرات السابقة كانت تجهض بسبب فكرنا الذكوري في الشرق وفي الأردن، وخصوصا الـ الأغنياء من نوابنا اللي رافض إنه أمواله تتوزع على أنسبائه. فلذلك أنا بحب بس هاي النقطة أنوه إلها، وبقية الأمور اللي تحدثت فيها أنا بأكد إنه معظم كنائسنا في عندها ما يتعلق في الزواج والطلاق والإرشاد الزواجي وإلى آخره، لكن أنا اليوم بدي أضم صوتي لصوتك نفعل هذه. وأخيرا وليس آخرا، واسمحوا لي أقدم أيضا من عالم التربية والتعليم لخبرة 30 سنة في هذا المجال، في تربية الإنسان الطفل الذكر والأنثى، المعلمة والمديرة السيدة دعاء بشارات حداد، حاصلة على درجة البكالوريوس في البانكينج اند فاينانس المالية والمصرفية، ودبلوم العالي في التعليم الإلكتروني من جامعة اليرموك. دعاء مديرة مدرسة المخلص الإنجيلية الإسقفية في الزرقاء، وبتعمل هنالك منذ عام 94 ولا زالت على رأس عملها. هي عضو منتخب في بلدية الزرقاء عام 2007، بقيت للعام 2011 أظن. هي عضو في المجلس المحلي لمحافظة الزرقاء أو اللي كان يسمى اللامركزية بعام 2018، وانتهى مع الدورة لليوم الانتخابات لهذه الدورة. عملت في عدة مجالات في الكنيسة وبخارج الكنيسة على مستوى تدريب وتعليم الأطفال الأيتام في الاس او اس، قرى الاس او اس. عملت مع مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس العالمي، وعملت مع الامرأة بالمؤسسة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حضرت عدة مؤتمرات وناقشت، وهي كانت المديرة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية اللي أسست التعليم الدامج
بين المبصرين وغير المبصرين اللي هو الأطفال العميان. في مبادرة كانت للأعمى يجب أن يعيش حياته الطبيعية، طبعا عم نحكي عن كل الحالات الخاصة في المجتمع، لكن المدرسة اللي اتأسست حتى تتمكن من تعليم أم، والآن مش مفاجأة للكل، ممكن للبعض، زوجتي دعاء، اللي عشنا كفريق لسنين طويلة في عملنا أيضا الكنسي والتربية والتعليم لما كنت في الزرقاء ل16 سنة، هي استمرت وأنا اليوم في الكنيسة في عمان. أهلا وسهلا. والإمرأة والتعليم، أهلا وسهلا بالجميع. يعني أنا بدي أحكي أهلا وسهلا فيكم بالأول كزوجة الراعي، وأهلا وسهلا فيكم كمان كمتحدثة، وكل سنة وأنتم سالمين زي ما حكينا رجالا ونساء، لأنه لولا الرجل ما صارت المرأة، ولولا هالرجل والمرأة ما صارت الأسرة، ولولا هاي الأسرة ما صارت الأسرة الكبيرة الأردنية الممتدة عبر موطننا الأردن الحبيب. وأنتم بتعرفوا كمان في نسائنا أنه انطلقوا إلى الخارج. اليوم وأنا عم بتطلع وبتفرج حتى بدي إيش بدي أحكي أنا عن التربويات، طلع كتير كتير أشياء، لأنه لا يمكن حصر عمل المرأة بموقع واحد أبدا، وخصوصا في ظل هالتكنولوجيا. بحب بس تتفرجوا على هالصور، وكل وحدة من خلال عملها من خلال بيتها تتفرج قديش هي حاملة من هالعبء اللي موجود. كل وحدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة عندها هذا العبء. معلش بس الصورة الثانية إذا ممكن. هو مين المفروض إنه إياها؟ مش مشكلة. هاي صوروها بعدة صور إنه قديش المرأة بتحمل، وتخيلوا أنتوا بالبيوت بالعمل قديش بتحملوا أشياء، وقديش هالبيوت على ظهركم من شراء أغراض، من تنظيف بيت، من 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 أشياء كثيرة. ولا أنكر دور الرجل، وسأبقى يعني بقول إنه لا أنكر دور الرجل، لكن المرأة عليها عبء أكثر، رغم إنه إحنا عم نحكي عن المساواة، لكن هي عم تأخذ دور أكثر، وصارت هي وكأنه هي واجب عليها موجود، وهو حق مكتسب لهم، حق مكتسب لأولادها وزوجها، لا يمكن إنها تقصر فيه، وإذا قصرت فيه يعني تحاسب بطريقة أو بأخرى، إذا مش من الزوج من الأولاد، ليش ما طبختي، ليش ما سويتي، ليش ما عملتي. فهذا موضوع طويل وأنا عم ببحث عنه فعليا، موضوع طويل طويل، وطبعا حط المرأة بعدة تحديات. من الدعوة اللي إحنا حطيناها، حطينا عدة دعوات، وحكينا عن هالشهر الجميل، حكينا عن هالشهر الحلو، حكينا كمان عن البشارة. فبدنا نحكي من ضمن التحديات اللي هو عيد البشارة كان تحدي، وهلأ رح نحكي ليش. وبحب أحكي آية من الكتاب المقدس، ما بعرف إذا سمعتوها، وإن شاء الله إنه تبقى بأذهاننا. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، رسالة بطرس الرسول الأولى، إذا حابين ترجعوا لها. وفي كمان بحب تسمعوا هالإشي الجميل، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، لأنه إحنا كمربين وكأمهات إحنا صورة ومراية لأولادنا، كيف بتعامل أولادنا هي صورة إنه إحنا كيف ربيناهم. ضلوا تطلعوا على هالصور، كل واحدة أكيد رح تشوف حالها ورح تقارن، وين أنا من هالصور، وين أنا من هالعباء، رغم إنه أنا حاطتهم كمان، جبت أكتر من صورة، فكلياتهم بيعبروا نفس التعبير، الحمل والعباء اللي على النساء.
الأمومة على صعيد الممارسة ما هي إلا مهارة معينة. كل واحدة بتصير أم عندنا وبصير في عندها مهارة الأمومة، من تمتلكها نطلق عليها أماً بالمعنى المحسوس للكلمة. بتصير أم وكل واحدة إلها مهارة معينة ببيتها، وذلك ليس له علاقة بالدرجة العلمية أو التعليمية. لذلك نجد أماً أمية لا تقرأ ولا تكتب وأبناؤها على أحسن هيئة في الأخلاق والتفوق الدراسي. لكن منذ الخليقة أبناؤها كانت وما زالت تحمل رسالة مقدسة. منذ الخليقة كان في عنا تحديات، وهم هاي التحديات اللي حكيتها أنا هي البشارة، عيد البشارة، لأنه لما الملاك كلم العذراء مريم وحكى لها أنت ستحبلين وتلدين ابنا عمرها 15 سنة أو 16 سنة وبيت أبوها وأمها، ستحبلين وتلدين، يعني قمة التحدي، إنه وقبلت هذا التحدي. فمنذ الخليقة كان في عندنا تحدي، ممكن دايما القسيس بحطها بوعظاته. التحديات اللي صارت بعدين هي رسالة التعليم. كان في نساء مش متعلمات، لكن صار في عندنا إنه إحنا بدنا نعلم أولادنا. المرأة، تحدي المرأة لتعليم أبنائها كانت وما زالت رسالة مقدسة نتوارثها جيلا بعد جيل. فهي الجدة التي زرعت التضحيات لتكون عنوانا من عناوين الوجود التاريخي والحضاري، ونبراسا نستأنس به من حكايات الماضي الجميل، حكايات الجدات والأمهات، فمنهن أخذنا الحكمة والدروس التربوية. يعني أغلبنا متربي من 1800، يعني 1800 ربتنا جداتنا، ربت أمهاتنا، أمهاتنا ربوا بناتهم، بناتهم وإحنا ربينا أولادنا. لازلنا نحتفظ بتعاليم من الجدات، من ممكن ما كان التاريخ المكتوب، هو كان التاريخ الذي ينتقل عبر الحكايات، هي حكايات متوارثة. المستوحاة من تجارب الحياة، فكانت الأمهات يحفظن لما بلش التعليم أسماء المواد وأشكال الكتب عن ظهر قلب دون معرفتهن للمحتوى، وهن فخورات بهذا الإنجاز، لأن التعليم في حينه كان يعتبر رذيلة وفتنة لفكرة اختلاطهن بالشباب، لأنه كان ممنوع على المرأة تقرأ وتكتب. وانتم بتعرفوا كلمات فلتصمت النساء بالكنيسة، ليش؟ لأنهم كانوا يضلوا يسألوا إيش معنى هاي الكلمة، إيش معنى هاي الكلمة، مش مشان يسكتوا، لأنهم كانوا يسألوا وكانوا يزعجوا وقت الصلاة أو المحاضرة، فكانوا يحكوا فلتصمت النساء بالكنيسة، مش بس مشان يسكتوا، مشان ما يضلوا يسألوا، لأنه ما في معرفة. هلأ إحنا بنعرف المصطلحات والكلمات وأشياء كثيرة بنعرفها، ممكن إحنا اللي نعلمها. بعد ذلك جاءت إلزامية التعليم للمرأة، ولكن للذهاب للتعليم فقط دون أن تحلم أو تخطط لمستقبلها. صاروا يودونا على المدارس، أو ودوا جداتنا، أو ودوا أمهاتنا على المدارس، بس أنت بتروحي على المدرسة وبترجعي، أو مثلاً كان محدود للصف السادس الابتدائي أو للثالث إعدادي، اسألوا الكبار بالعمر لأي صف مخلصين، لسادس أو لثالث إعدادي وانتهى، لأنه ممنوع تفكري أكثر من هيك. وإذا كبرت البنت، يعني زي ما بنحكي عن الإرث، زي ما كنا عم نحكي عن التعليم، دائماً في تحدي عند المرأة، دائماً وكأنه الرجل حاطها إنه هي مش لازم تستمر كما هو يستمر. وبقيت ماضية للأمام بخطوات واثقة ثابتة، لا تنظر للخلف بتاتا، بل تتقدم بجدارة للأمام وتصنع لها استراتيجية خاصة، مؤمنة بحقوقها، تسعى دائما لمعرفة كل ما يحيط بأبنائها. صارت هي تسعى تشوف كيف أولادها بدهم يخلصوا، كيف بدهم يروحوا على الجامعات، كيف بدهم يكملوا حياتهم المستقبلية بأبنائها،
من علم جديد ليرتقوا ويتسلحوا ويتميزوا بإنجازاتهم. ثم أصبحت المرأة الجامعية، صارت المرأة مسموح لها إنها تروح على الجامعة التي تؤمن وتصر على تعليم نفسها وأبنائها. حكتها الدكتورة باسمة، قالت أنا درست كنت أدرس أولادي معي، لو إنه الفكر القديم ممكن ما راحت هي وأبنائها. وبهذه المرحلة كانت مرحلة مساواتها بالرجل، لما بلشت تروح على الجامعة صارت تفكر بهالقوانين وإنها بدها تتساوى بالرجل. ثم بعد ما خلصت جامعة، في ناس كان يخلص جامعة ويوقف عند هذا الدرجة وتتزوج أو تفوت على بيتها وخلص. ثم رفضها بسوق العمل، صارت تروح على سوق العمل. ولا يخفى علينا أننا أصبحنا نلتمس إثر مشاركتها الفاعلة في حياتنا على مختلف المستويات ومساهمتها الكبيرة في عملية النهضة الإنسانية. صارت ترتقي لأشياء إنسانية أكثر وأكثر وأكثر، والتعاونية والاقتصادية، اللي هي صارت مديرة بنك أو صارت اللي هي مديرة البنك الدولي. أنا قابلتها مرة من المرات بالبلدية، هي كانت من، هي امرأة وكانت من أعظم اللي تحملوا مسؤولية هذا العبء. أنجيلا ميركل من أعظم ما كان بأوروبا ولا زالت لحتى هلا. مارغريت تاتشر، يعني تبوأت المرأة بالفعل مناصب لا يمكن إنكارها، والعلمية والإبداعية. ومع تطور الحياة أصبحت المرأة العاملة مصرة على أن توفق بين عملها وبيتها. هون إجا التحدي الثاني، أخذت الشهادة الجامعية وصارت بسوق العمل، لكن صارت بدها ترتب ما بين أمور بيتها وأمور عملها وأمور أبنائها، اللي هو هي زادت العبء على حالها وإحنا عم نزيد العبء على حالنا. ترى يعني إحنا اللي هذا بدنا إياه، أثبتنا أنفسنا لكن على حساب صحتنا وقوتنا. صارت بدها تعلم السواقة، ولا تفكروا أنه هي سواقة رفاهية أبداً. أنا بالنسبة لي ما بعتبرها رفاهية أبداً، اللي هي صارت شوفير لأولادها ولجوزها أو لتلبية بقية الأشياء. وصارت بدها تتعلم معارف أخرى لمواكبة تعليم أبنائها، حيث أصبح العلم عالمياً، صرنا جلوبال، وأصبح العالم كله وكأنه قرية، فكان لها لابد أن تتعرف على كل هذه المعارف الجديدة. نسائنا بالأول ما كانوا يعرفوا إشي اسمه، حتى IB IG كله صرنا نتعرف عليه جديد ولازم نعرفه حتى نواكب هالمجتمع اللي إحنا موجودين فيه وما ينتج عنه من معارف أخرى، حتى ما نكون جاهلات. وأما تحديها الحالي هلأ بعد الكوفيد-19، فزاد مع الزيادة التوغل التكنولوجي لوسائل الاتصال في العصر الحديث، وازدادت الفجوة بين الأمهات والأبناء، وأصبحت الأمهات والآباء كمان، يعني أكيد هم الحلقة الأضعف في التربية أمام هذه الوسائل. لما صرنا نتعلم عن بعد صار في أشياء وأفاق جديدة نتعلمها، وصرنا مجبورين إنه نتعلم هاي الأشياء والتكنولوجيا حتى نواكب أبنائنا في التعليم، أشياء ما بنعرفها. نزلت أبليكيشنز غصب عنا بدنا نتعرف عليها حتى ما نكون زي ما حكت السيستر أو حكت يعني بعض الزميلات المشاركات بمغيبات، حتى ما نكون مغيبات. وقد ظهر لنا مفهوم جديد في التربية، وهو البنوة المخطوفة وأبوة النت. البنوة المخطوفة يعني إنه الولد بفوت على الغرفة وبسكر على حاله الباب، هو أنت ما بتحكي معه ولا هو بيحكي معك، حتى الكبار دايماً بس على هالنت. والأبوة اللي هي صارت بس أبوة نت. لذا يظهر لنا كل يوم تحدي جديد للمرأة، حيث نحتفل بيوم واحد من السنة وهو 8 آذار، وهو اليوم العالمي للمرأة للدعوة والتفكير والتأمل والتقدم الذي تقدمه وتحققه المرأة، ودعوة للتغيير الدائم والاحتفال بأعمال النساء وتقديم الخبرات التي حصلنا عليها من خلال أعمالهن
ويبقى 364 يوم لمزيد من التحديات. يعني بيضحكوا علينا بهاليوم. فسيداتي الفاضلات، علموا أبناءكم أن الله كرم المرأة ورفعها، وعلموهم أننا سكن ووطن وحضن للضعفاء، وأن المرأة عون وليس عائق. شكرا كثير. شكرا كثير، ربنا يبارككم. يعني أنا برأيي كان تحدي إنه نخلي أربع سيدات إنه بأربعين دقيقة، فخلصوا في ساعة ونص يعني الضعف. بس أرجو إنه ما نكونش مستعجلين كثير، لأنه رح نعطي ممكن مش أكثر من 10 دقائق إذا حدا عنده أي استفسار أو سؤال، حتى إنه ما نحرم من السؤال أنفسنا واللي عنده أي نوع من التعليق. الآن بتمنى إذا في حدا عنده أي سؤال أي تعليق، وإذا أنهينا وما في أسئلة مشان ننهي اللقاء. حدا بيحب يعلق أي شيء؟ ستنا معلش على الدور، بس نعطي للست ريم أول. يوسف معلش بنمشي على الدور، أعطيها لريم بس معلش مشان التسجيل لو سمحتي كمان. شكرا كثير للحديث اللي استمعنا له، كل المداخلات كانت رائعة ومفيدة، بشكركم كثير. بدي أسأل سؤال واحد لست لبنى لو سمحتي دكتورة لبنى، عن الضمان الاجتماعي. يعني من ضمن الأشياء اللي عم تحكي فيها عدم المساواة بين الرجل والمرأة، موضوع الضمان الاجتماعي والست والوراث، إنه أولادها ما بيورثوا من بعدها، وهذا إشي طبعا ظلم كتير كبير ولا يقع على الستات المسيحيات فقط، طبعا هو بشكل عام. فياريت إنه كمان هذا من ضمن الأشياء اللي تفكروا فيها في القوانين وتغيير الدستور. شكرا. شكرا. هذا ألم كبير للسيدة العاملة لطول عمرها، وللأسف إنه ما بتقدر تورث أولادها ولا جوزها ممكن، وأفضل لها تأخذهم دفعة واحدة اللي سمعت للأسف. وقديش بدها تأخذ؟ معلش الميكروفون للسيد أكرم عازر. الكلمة هاي موجودة ممنوع تحكي، بس زاد عليها كلمة بالإنجيل مكتوبة إنه إذا عندها سؤال تسأل جوزها، وجوزها بيسأل الراعي. ليش التفرقة على رأي ليش النساء كان ممنوع عليهم التعليم، هي لا تقرأ ولا تكتب بالكتاب المقدس أو بأي كتاب، فهي لما تسمع كلمة أو الوعظة من القسيس فهي مش فاهمة شو معناها. وما زال للآن بعض الكلمات، وانت بتعرف انه بعض الكلمات هي صعبة جدا، لا زالت غير مفهومة. لذلك كانت بدها تسأل زوجها، حتى انه هي التابع، وكان في عنا نساء يعني رائدات، وفي عنا كتاب كامل اسمه نساء الكتاب المقدس، لانه كان في لهم دور كبير. لكن زي ما حكيت انا كان ممنوع عليهم التعليم، فلذلك هي بدها تسأل. لا يعني الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس أن تؤخذ من سياقها لتعطى بغير المعنى. صحيح لتصمت النساء في الكنيسة وإذا عندها أي سؤال إلى زوجها، لكن رجاء أنه نعرف المعاني اللي خلف هذه الكلمات، والمعاني اللي أدت إلى كلمات القديس بولس، واللي كان إلها أكثر من تعليم وعدم تعليم أو شهرة، وليس هنا بهذا الصدد من الحديث. إذا ما في أسئلة اسمحوا لي الدكتورة باسمة تفضلي. أنا
حابة أني اليوم كان في عندي برنامج صباحكم نور وكنا عم نحكي على المناهج المدرسية. أنا بشيد بمجلس رؤساء كنائس الأردن، اليوم الأمين العام الأب إبراهيم دبور خبرنا أنه ابتداء من السنة الدراسية الجديدة سوف يطبق المنهاج الموحد للمدارس الحكومية للتعليم المسيحي، فالحمد لله مثل حلم وتحقق. وشغلة تانية بالنسبة لموضوع التمييز بين النساء، أنا بشيد كمان برهبنة الوردية المقدسة بالقديسة ماري ألفونسين، نتيجة التحيز والتمييز بين بحق المرأة في التعليم الكنسي، كان ممنوع على المرأة أنها تروح تسأل بالكنيسة أو التعليم محصور للرجال حتى بالتعليم المسيحي. يعني الثقافة العربية الإسلامية كانت متأثرين فيها المسيحيات حتى والعائلات المسيحية. ماري ألفونسين إجت من القدس للسلط، اتعلم النساء في مدينة السلط المسيحيات التعليم المسيحي وتعلمهم الصلاة، زائد انه كان ممنوع عليهم الاعتراف عند رجل، يعني ممنوع النساء تروح عند خوري تعترف بخطاياها لكونه رجل، فكانوا تعلمهم عن الأسرار وعن. فهذا أنا بشيد فيه برهبنة الوردية اللي أسست الرهبنة هي ماري ألفونسين، فيعطيهم العافية، هذا من سنة 1887. فشكراً لكم، بس حبيت أضيف هاي الإضافة. يعني بتوقع أنه اللقاء أنا انبسطت وكنت سعيد جداً، بتمنى أنه استفدت جداً كما استفدنا. اسمحوا لي في النهاية باسمكم جميعا، باسم برنامج المفتوح لكنيسة الفادي الإنجيلية الإسقفية العربية، وباسم جمعية سيدات كنيستنا، نشكركم جميعا. سيستر غلوريا دكتورتنا، أستاذتنا لبنى، أستاذة باسمة، وأستاذة دعاء، شكرا لكم. ونهاية ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا، تستمر فينا، ترافقنا وتحمينا، تحمي بلادنا وتحمي عائلاتنا من الآن وإلى الأبد. شكرا لكم، ربنا يبارككم، اذهبوا وسلام المسيح يكون معكم دائما. الشكر لله.